وكذلك الاستواء على العرش. والاستواء على العرش هي فيها جزء من العلو، لأن العرش فوق السماوات، العرش والله فوق العرش سبحانه وتعالى، فيها إثبات العلو، لذلك ذكرها بعد العلو مباشرة. ولكن يختلف عن العلو أن الاستواء من الصفات الفعلية، الاستواء من الصفات الفعلية، أما العلو فهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، أما الاستواء فهي صفة فعلية، لأن الاستواء على العرش كان بعد خلق العرش، العرش مخلوق مخلوقات الله، في يوم من الأيام ما كان موجود العرش، فمتى استوى على العرش؟ بعد أن خلقه. الله الذي خلق سبع سماوات، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، يعني قبل أن يستوي عليه، فاستواءه على العرش بعد خلق السماوات والأرض. فلذلك تسمى صفة الاستواء من صفات الفعلية.